لمصلحة المنتخب الكوري الجنوبي. تحصل على عديد الكرات الركنية المنتخب الكوري الجنوبي. تنقل على القائمة الثانية. الله، هي هدف، هي هدف. ثم عادت عبد الرحمن الجاسم وطالب سالم يقولونها تجاوزت الخط. هذه الكرة نعم تجاوزت الخط، تجاوزت الخط وبكامل محيطها. هنا في الإعادة الكرة تجاوزت، هدف أول لكوريا. بنقلة خطيرة، يا الله، وصلت إلى هونغ سيهو. سيهو، يا سلام يا سلام، تعامل مع الكرة بشكل جميل بعد أن مر من الدفاع ولعب الكرة في الزاوية البعيدة. بثاني الأهداف لكوريا الجنوبية. خلاص تقريبا الآن كوريا الجنوبية تختم على نتيجتها واللقب في هذه البطولة. 2-0 2-0 لكوريا الجنوبية. الاختراقة مستمرة، يا سلام، شكل ممتاز. عرضية هنا، الثالث ممكن، الثالث ممكن. الله، لدفاعات المنتخب الإماراتي. ثلاثة لاعبين لكوريا الجنوبية تمكنوا من اختراق الدفاع، أن يسجل بهكذا طريقة رائعة بعد ذلك. شوف التصرف، شوف حسن التصرف في منطقة الجزاء. هونغ سيهو بشكل رائع يسجل الثالث لكوريا الجنوبية. صارت 3-0.